الوالده، الوالده انت خدت منها ايه؟ يعني انت قلت لي خدت من الوالد، من الوالد الطيب. وعلى فكره انت بجد انا اشهد بده، انت اطيب حد الواحد ممكن يقابله. يعني فيك طيبه وفيك تسامح، وانا يمكن عشان بعرف حضرتك من فتره طويله فعلا فيك تسامح. يعني عارف اصل لازم تسامح، يعني ايه؟ لا في ناس ما عندهاش القدره على التسامح، يعني في ناس ما عندهاش القدره. لا 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 لا, لا. انا بقى بحسدهم يعني اللي بيفضل مهما عمل فيك يا استاذ سمير، مهما عمل في ربنا موجود خلاص. يعني انسان اكيد انت على مدار حياتك حد طعنك في ظهرك مثلا، صديق طعنك، بس صديق، بس الحمد لله كلها حاجات خفيفه لاني ما اذيتش حد. يعني عمري بس هو مش شرط انك تاذي عشان خاطر تاذي، في حقد، في كراهيه. انت عارف احنا في وسطنا طبعا بيبقى في شيء، في غيره، الغيره، في حقد، في بتاع ده موجود عادي. بس وبعدين دي كلها ارزاق، يعني انت انا مؤمن ان رزقك هيجي لك لحد عندك يعني مهما كان. وفعلا يعني حتى لو منتج ياكل عليك فلوس مهما كان. حصلت معاك؟ مره واحده بس، بس ان شاء الله جايه، يعني ان شاء الله هتيجي. يعني وخدت فلوسك؟ الحمد لله. ولا تحب نقول اسمه على الهواء عشان يدفع لك فلوسك؟ لا لا لا، هو طيب وابن حلال ومعذور بس وراه في الميم. لا بس ما فيش حد ياخد فلوس من حد، او طالما قدمت شغلك لازم تاخد اجرك. مش حركه مش حلوه يعني. هو دلوقتي الاتفاقات اتغيرت دلوقتي، انت عارف ازاي؟ ازاي بقى؟ دلوقتي الاتفاقات يقول لك نص اجر. ليه؟ ما انت شايف كويس البلد والظروف. الظروف ونص اجر ايه؟ طيب بص، النص اجر ده بتاخد انت نصه وانت بتشتغل، النص الثاني 4 شهور بعد ما المسلسل يخلص. يعني المساله بقت صنفه سوسه خالص. اوكي بنتسلى في كلام كده.